إذا نعود إلى مراسلنا في واشنطن سهيل الشاعر، ونتحدث عن الشروط الإيرانية التي تريدها طهران من المجتمع الدولي، من الولايات المتحدة. تريد ضمانات بأن تحقيق الوكالة سيغلق ولن يفتح من جديد. سهيل، هل صدرت أي ردود من واشنطن بشأن هذه الاشتراطات؟ نعم، هناك مسؤول أمريكي علاء قال قبل قليل إن على إيران مسؤولية التعامل مع التحقيق الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحا أن فشل إيران في التعامل مع هذه التحقيقات سيؤدي إلى تأخير العودة إلى الاتفاق وإحياء الاتفاق الذي وقع عام 2015، وبالتالي رفع العقوبات المفروضة على إيران. وهذه هي نقطة تتطلع إيران إليها. كما أشار المسؤول إلى أن من المتوقع أن تكون هناك المزيد من الردود المكتوبة بين الولايات المتحدة وإيران قبل العودة لإحياء الاتفاق وتوقيع الاتفاق النهائي بين الطرفين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أيضا أبلغت الطرف الإيراني أنها لا يمكنها إلزام أي رئيس أمريكي مقبل بالالتزام بهذا الاتفاق. وكانت هناك الكثير من الإشارات التي أصدرتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بهذا الملف تحديدا، حيث أشارت إلى أنه في حال توافق التام بين الطرفين وتوقيع الاتفاق، فإن تنفيذ الاتفاق سيكون على 4 مراحل، وسوف تبدأ المرحلة الأولى بعد 4 أشهر تقريبا من تاريخ توقيع الاتفاق بين الأطراف، وذلك لإتاحة الفرصة لإيران لإنهاء تحقيقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن ثم ستبدأ هناك رفع عقوبات التي تسميها الولايات المتحدة العقوبات الفرعية على إيران، مقابل التزام إيران بالتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح لمفتشي الوكالة بالعودة لإيران والقيام بالتفتيشات اللازمة. ومن ثم ستتم هناك مراحل لاحقة، هم 3 مراحل بالتمام والكمال. ولكن الآن النقطة الأساسية والتي قد تعرقل هذه الأزمة هو إصرار الطرف الإيراني على عدم التعامل مع التحقيق الذي ترغب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام به. شكرا. حول 3 مواقع كشفت عنها عام 2019 كانت فيها آثار لليورانيوم المخصب. سهيل الشاعر مراسلنا في واشنطن، شكرا جزيلا لك.